اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى بعد هذا التقرير. تو هاخد الجمهور، لانه الحقيقه جمهور النادي الاهلي دايما بيبقى مختلف في ظل ان احنا عندنا مباراه برشلونه وبايرن ميونخ. الناس سايبه كل حاجه، مش عايز اقول لك كميه التويتات او كميه البوستات اللي مكتوبه على بيرس تاو. يعني احنا وصلنا دلوقتي ان احنا تقريبا رقم 6 أو 7 ترند في مصر اعتقد في تلت ساعه. يعني واضح اللي هيحصل خلال الفترة اللي جاية. خليني أقول لك، سمير يونس بيقول منور البيت الكبير والقناة كلها، أنت اسمك الحقيقي ميسي تاو. ميسي تاو this is your real name. real name ميسي تاو. بوب بيقول منور أعظم نادي في الكون. دكتورة رشا بتقول اسمه ميسي تاو، عايزينه يعمل الرقصة بتاعته. هنحاول على قد ما تقدر، اضغطوا عليه جامد عشان يعمل الرقصه بتاعته. ابو يوسف بيقول يا ترى افضل مركز بيرتاح فيه ايه؟ افضل مركز بيرتاح فيه بيرس تاو ايه؟ اعتقد هذا يعتمد على المدرب وعلى متطلبات المباراه، فمتطلبات المباريات تكون دائما مختلفه، احيانا تكون هناك تشكيلات مختلفه ربما، ومطلوب منك ان تلعب ومطلوب منك طلبات مختلفه، وانا هذا يعتمد على ما يريده المدرب مني، واعتقد انا اتمكن واستطيع ان اتكيف على المواقع المختلفه، وموقعي دائما كان في المقدمة ربما على الجانب أو ربما كمهاجم، ولكن أنا أرتاح لجميع، يعني أنا أتكيف مع جميع المواقع. تمام، مش يا ترى أفضل. طيب عمر وليد بيقول أحلامك في كأس العالم الأندية، وحاول تعمل الرقصة كتير علشان إحنا بنحبها. حاضر، يعني هنقول له. رؤوف بيقول اساله النبي يا كابتن اسلام بيعرف يتشقلب في الهواء ولا لا، ولو بيعرف قول له يتشقلب يوم 22. حاضر، يعني اكيد وصل له يا لميس، يعني بيترجموا له على طول. عارف الشقلبه؟ انا مش عارف. سمرسولتس اتس لايك، يعني شبه نيجيريا. فاكر اوكوشا؟ يو نو اوكوشا؟ عارف اوكوشا اللي كان فيديو كويت؟ يو نو اوكي، كان يو ميك، تقدر تعملها؟ I can try. لا بس عشان رجلك احنا. يعني لو مش هتقدر خلاص. هو بيقول لك يوم 22 يوم كاس السوبر. I'll try one day. يوم 22 لو تقدر تعملها كاس السوبر. If you can do it. يبقى يا ريت. ده رؤوف اللي بيقول. تامر قبالي بيقول الصاروخ بيرسي تاو. طارق حسين بيقول تاو مع اسلام الشاطر، الحمد لله على سلامتك يا كابتن، اشكرك. منورين البيت الكبير، الاهلي حياتنا. سؤال لتاو، ماذا تعرف عن النادي الاهلي قبل مجيئك الى نادي القرن، وماذا تريد ان تحقق مع اعظم نادي في الكون؟ انظر، أنا كنت دائما أعرف النادي الأهلي وهو مشهور بالتأكيد لدينا، وأيضا كمصر، مصر دولة هامة جدا في القارة، وأنا أعرف النادي الأهلي منذ كنت في جنوب أفريقيا، وكنت أنظر إليهم هم يفوزون بالبطولات، وأعرف أن هناك نادي كبير هناك، فأنا أعرفه وأتابعه. طيب طموحك مع النادي الأهلي إيه؟ لدي طموحات كبيرة بالتأكيد، أعتقد لدي طموحات مثل النادي، جميعنا يريد أن يفوز، وأنا أريد أن أفوز بكل البطولات القادمة المتاحة أمامنا، ولدي شعور أيضا من بقية اللاعبين، هم متعطشون للفوز بكل بطولة بكل كأس، وأنا أيضا أريد أن أفوز وأكون جزء من هذا التاريخ. محمد اسماعيل بيقول الحمد لله على السلامة يا كابتن اسلام، الله يسلمك، اشكرك جدا، وعايز نعرف طموح بيرستاو ايه، هو لسه قايله. حمادة بيقول اهلا بيك يا تاو في بيتك قناة النادي الاهلي، احنا منتظرين منك الكتير اكيد. شيرين محمد بتقول لو سمحت يا اسلام اطلب منه نشوف رقصته على الهوا لانها وحشتنا كلنا. بصوا انا هحاول اجيب له جون هنا يعرف يجيبه، هو قال لي بص اصل انا مش هعرف اعملها غير لما اجيب جون، فهنحاول معاه نخليه يجيب جون هنا ويرقص يمكن، مش عارف. نجلاء بتقول
بتغني يعني واو واو اوعى يجي لك تاو. الفهد الافريقي الممتع اهلا بك في عائله الاهلي، مرحبا بك في اعظم نادي بالكون. يعني كالعاده الحقيقه دايما اسئله حضراتكم ابعتوا لي كل الاسئله اللي حضراتكم عايزين تبعتوها ابعتوها على هاشتاج تاو مع الشاطر.